الله سبحانه وتعالى وحين كدرنا سورة النساء وسورة دي أفراد ترتيب القرآن الكريم آياتها دو بقول تدباتن يلحوي سورة دو مدن سورة دي مدينة كسوة دقي بي كمتها وحاصفي عن لوغها اللي حقوق ده هوانك إيا قويس نمدا إيا الدحالك وحيابها سورة دو صوبة دقي بي كمتها منافقين تويكها اللي دونتا بركة علم غافرها بدن بي سورة دو إنولا يدهاي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله أقرأ أو أبدأ وحنكب الله بسم الله ألم عيسى الرحمن نحريست بدنا أو عام كأهد نحريست يسو الرحيم نحريست بدنا وحوي الرحمن وعام والرحمن عام في الدنيا والآخرة رحمن الدنيا والآخرة قرآن كمركي الرحمن وكسو أروري وحبكو مقيدنا الرحمن ومطلق وي الرحيم القرآن كما يلوك سأروري سوه حقوق إذا وكان بالمؤمنين الرحيمة مركا الرحمة دويك لخاصة تهي الله حليه يا أيها الناس ضدك يو اتقوا ربكم ربك كبقى الذي ربك خلقكم إذن أبوري من نفس النفس إذن كأبوري واحدة وكليه وآدم وخلقه حقا أبوري منها نفطة حق زوجها وهل كيدي أم حاس كيدي وبثوا كفر لي وكثر سي وكفر لي منهم على بعض أسرع رجالا كثيرا أبدا يو النساء هوان بكفر لي كفر عميي سورة دي هراء أحكام فر أبدا بأكوشرتي مرك هذا وحلا الله الله يا دت كي بالله الله الله أنت أبدا سورة ده مكة يا الناس استعماله مرك هذه وحلا الله الله يا قال يا مسلم دت كي أدم بالله الله الله ما دام النبي آدم للسوق هذا النبي آدم وحي كثر ما ونبه هذا الله هذا النبي لا آدم نوحى لقى أبوري عرى لقى أبوري سيدي اللعقية هاي مركا حاس كي سينا إساقى لقى أبوري أو سيدي أبضان تاي وحى ليري جنة لقود يا مركي لا أبوري أرضا لقى أبوري جنة لقى مركا ووصي هذا وهل نو أبا هذا لكن وهل كوحي هاي مركا وحبا كما يغان فردي ساد قابان وحق بق حكته يا لقى ساري تاسا مركا لغا ابو ريحاو يدو جوكتو مركو اد اجوتو مخا دهي دو وهل بانكو اهي بي كوتي وهل بانكو اهي هلكاسا مركا غور كنا ما ينا اقونين مركا وا لو شيغاي سي سو غورسن لاهايين وا لو شيغاي مركا هلكاسو ترنكو كبلابماي خلقي كان فرها بدن مركا ميد كلا وخا لا تلماما يا ددكي ان اسكو فرعتيين او اذا كلا سرين عيد عيد كسفاي سمالي وخا لا اسكو سريا وا خيراتكم مالو كلا سفيا ددكو اسكو ميل بي كترمين يا يوحنا صدتكيو waxa way abaah labaad wuxuu noqon doonaa nuux markii de duufaankii baabay nuux baa soo hadhay caruurtiisi sam iyo ham iyo yafit saddex laasa laga kala tarmay markii dambe abul bashar athani nabiyullah nuux ya yuhannasu dadkiyo ittaqu rabbakum rabbikin kabqa alladhi rabbiki khalaqakum idin abura min nafsin wahida naf kali idin ka abura tabilawgi hore naf kali yahay oo huwa adam وخلقه حكابر منها نفطة حق هذا زوجها حاس كادي وحواء وفادي سينت لقى بحيي بالقى أبوري وحول واكن نقول عليه الصلاة والسلام هواين كمت توسين كرتان فرد قالوا عم بالقى أبوريو هدينا توسيسات نقطة دوينا ديشون بين نقول مركز سجد القات علي وحي يعني دبات لقى واي مهي رجالا ردبوا كابور وبثوا وكسر كفر لي وكتر ميي منهم على بدن نفط حق هذا رجالا كثيرا وبدن يوم النسان هواني يقول فربضا واتقوا الله ألا كبقى الذي أليه تساءلون أد إسكبر إذا إسكسوا أشياء به الله يولا الحامر رحمك أنا كبقى والله يرحمك كبقى معنى هذا هواني تساءلون به إلهي بانكو قداري إلهي بانكو قبري وإلهي كبق أرحامتنا وحاد سقو دارسان وحاد كبق دان رحمك محاد كبق دان الله إناد عاصدان كبقى رحمك أنا إناد قويسان كبقى وي رحمك marka xaqiiq ciiraabahan marka la yiraahdo wala raxama waxay ku cadfantahay allah ay ku cadfantahay marka taqwadu way soo gal marka sidee rixin looga baqaya wa taqullaaha alla ka baqa anta asu inaad caasidan wala raxamana ka baqa anta qadacu waxa kale la aqriyay wal arhami ya la aqriyay marka bihida damirkaas ay ku cadfantahay bihi wal arhami bihi aad isku baridan iyo wal arhami aad isku baridan oo rixinkana waa isku baridan rixinkana iyo kugu bariyay sidaas oo kale qaraabayna meena qaraaba ahayn سداس وكلوي مركب وحوقي حق الصناعة العربية وحي الآن ضمير مجرورة اسم الظاهرة وحرف كجار للسوء علينين لقمعة فيدهن قولة عربية والضعيف بيدهن ضمير مجرورة
حر اسم قال لغو عطفه وين حرف تجار وتوبيل الرحام إساس وكله يعني مركا وحمة الله قم هذه قراءة صح نقطه ولا الرحامده وحمة الله قم رمي وسيد لغات البدن تايوان مركا وحوي واتقوا الله ألك بقى الذي عليه تساءلون أدسكو ويدين إسكبر يسين به الله ومحادو قم بقيسان أنت عصو إن عاصدان والأرحام قرابا لماذا نكبقى أن تقضعوا إنها تقويسان قرابا لها تقويننا إن الله ألا سبحانه وتعالى كان وها هذي خقيبا إلالي عليكم تشين خقيبا حافظ بها خقابة حق اللغة عربت وحا ليلة وحا يعني فوح أد لو رس سدا الله نور شيء أد لو قفه يقادو أد لو نور خقابة حق اللغة الليل وكما معنى هو الله بهذه يا شير إذن أركا الله بأيدي الحفظية يا الله بأيدي ما مليك لقلتاه إن الله الله سبحانه وتعالى كان وحوه هذي خقيبا كي إلالينا أو إذن فيرينا أو إذن حفظية عليكم تشين الله بعد مقنتي سكجر تاوي معنى الله بمعنى يوبي سمينو الله بعد مقنتي سكجر تاني تلسارتا إسلام كان الدبها سمينينا الله بأيدي نركي وإنت هاد موداني ناد ميل علاء تشوكتان تمقرسن كرتا وحبج دين مقرسونوه وأتولي تاما أغون تصيية أموالهم حوله وضصية أوليبة ولا تتبدلوا هكوب بدلين الخبيثة كحن بدل يبك وناكسن هكوب بدلين ولا تأكلوها عنين أموالهم حوله هذا مضموما إساقوا اللوغي إلى أموالهم حوله هذا سدح ده مسألة وحوهي آتوا اليتامى أموالهم حوله هذا سيئة أغانت مركا ما يشاهدن بحوله هذا أغانت سيئة مركا قان قاعدا باتادن بكو قيدا توا مطلق مركا تلمدي معنى بو إساق قليو أغانت حوله هذا سيئة كم مصاريفة أغانت حوله هذا قعنت أغو هايسان كم مصاريف أو هكا علينينا أو هاو الديدينا مدى كالماركي يقو أي دوناني حوق يشاني ما مولان كران كعانتا كسارة لابد بو سوهس قلي ولا تتبدل الخبب بطيبين عادة شرتبع هايدو أغانتي حولها هذي بو هيا مركا بالمثل أغانتي حولها هذي با وحفي عانو قيمة له هو عيليهن بالمثل إساقان حوليه سي واسيكا له وحوقي وحو قد من ماله حوليه كان المانتا كسو تاسنوي وشوقيسا ومقعي مقعن واري يريوي الله حي الله حوي محيكو كلا دوينهن أقول تحوله هذا ساهو كلا بدلنا لا ليه وسده هي لنا وأقول تحوله هذا أنت كنت صرفتان سده سو كلا مثل هذا أقدم بيسو حوي حوله هذا حوله هذا حوله هذا هي حوله هذا هيسود درسنا هاي لعنة يعني حوله هذا أده أنت حوله هذا يكو عقب هاي سلعنة بلا ليه هاي سلعنة بلا ليه ومسألة جرتي ويا أي كل رقم شيء جاهلي واتلي تاما أقول تسي أموالهم حوله هذا سي أو كم صاريفة ومركي أقعدنا كعنت كسارة ولا تتبدلوها كوب بدلين الخبيثة كحن بتبيبك وناسنا كوب بدلين أو كأغانتو مركو في عين يهي انت هتكوحن أرهبتان كيف عناها استعمالنا وحكا لغو فسرة ولا تيم الخبيثة بتبيبي حرامها عننا إذنكو حلال هليكرا وأغانتو حولها دي ها عننا ولا تأكلوها عننا أموالهم حولها دي مضموما إيقو لغو الدرسة دي لغو الدرسة إلى أموالكم حولين حولهين يحولها دي هسكو درسنين كلا إلالية إنه عن الداسي أقولت حوله هذا العن ياي كانوا هذا حوبا دم بكبير نوين مركا عننا مركا ليليه عن تذا أم بالعبيري هكوت تصرفين وين عن تذا واحد أقف عنه يعني وضدك استعمالك هكوت تصرفين على وجهه إذا قري هكوت سنين هكا أرد بحنا هكا عبينا هكا تابننا أقولت حوله هذا ليليه وصنع إنه كان حوبا كبيرا ودم بوين بالين وين خفتم حداد كب بغداد الله تقصد إن إذا أعادل نما السمينين في اليتامى قبلها أقومها فانكحوا قرسدا ما طاب لكم وحي إذين في عناده آت كهشان ومن النساء الدمر كلاء أجنبي مثنى اللبا اللبا قرسدا وثلاثة صدح صدحنا قرسدا والرباع أفرفرنا قرسدا لي آيادو حيت الماما يسا مسالة قارة دقن شري أو أي عربت الهايين ووحوها دقن كاسين نبا قبض ولي اوه معنى حكتو اوه هاي ولي نمد اوه حكتو اوه هاي مهركونا اوه قبانا هاي قبض حوالي لاد هاي وين فيعانت هاي وكاسي قبض انتهي قرسدان بين مهركي دي نسينين وح مهرم السينيان قبض انتهي قرسدان بين مهركي نسينين حوالي دينا ويقود الله سنو انا اللي حلا وحالقا يابا حتى انو قور كبا ادي ذا سورة قلا مركب حالي قبضها اقوامها اد اطلسان اد قعان oo aydan xaqoodi siinaynin gabadha kala guursada gabdhahaana madax banay oo xoolahooda iyagii madax banay waa agoone madax banay ninkay doontaa ku guursata way masaladaas ajirtay marka macnuhu waxa weeye
gabadhaha agoontood gacanta ku haysaan hadaydan u caadilnimo sameeyneen oo ogaataan inaydan u caadilnimo sameeyneen gabadha faraha ka qaado waxa gabadha la gabadhi idin noqota guursada guurku waxa weeye waa dooxo waxa weeye gabadha noocaas oo tilmaantaa ma aha guursa ma aha taad ka heshay guursa weey nooc idooni baa ahaatee laakiin mid diiniga ah go'aan la marinay مثلا والرباع والثلاثة معناه هذا حوية لبا لبا ولبا كليا وعدد مكررة عدل بي لهم قولة عربية دي ومعدول اثنين اثنين بقى لقى سوء عدلية رباع أنا أربعة أربعة لقى سوء عدلية ثلاثنا ثلاثة ثلاثة بقى لقى سوء عدد معدولة بي لهم مالك تقرار كين ميس قول يا فصيرة وحي لهم تقرار بي كين مثلا لبا لبا وأفر ثلاثة صدح صدح واللح رباع أفر أفر وسدين سدين تبقى قول يا بني شيعة وكالي إرافض بني sideed iyo tobankaas oo barnaamijyay guursadaan haday doonaan dhulka Soomaalida lafteeda waxa weeye meelaha marka qaxootiga joognay ni waxaan la sheegay sagaal gabadhood qaba yaan la sheegay oo meel degan baan la sheegay Allah wuxuu leeyahay way in khiftum hadaad ka baqdan inay afar afar aan la dhaafin kareen waxa lagu ogaani nin baa toban gabadhood la soo muslimay afar ka dooru ku yiri nabiga kaleey salaatu wasalaam lixda kalena siida nin wuxuu la soo muslimay shan gabadhood middaad ugu nacabtay iska siidaa boo afarta kale la soo hadhay marka lama ogola laakiin nabi ilaahay muhammad kaleey salaatu wasalaam iyo anbiyaada boo banaaneed kelmada nabi daawud oo kale intii uu guursaday nabi suleyman oo kale ila kun saraaridii markii la isku daray gabadhu guursaday nabi ilaahay muhammad ila shan iyo toban meelahaas meherku ugu dhacay saddex iyo toban buu la aqal galay koob iyo toban baa isku soo gaadhay sagaal buu ka wafaaday markuu tagayay sidaas guurkiisu ahaa maslaxa weyn bayna hada muallimiinta inoo badanaysay marka afar lama dhaafin kare way marka bilmetel hadii qof ninku isagoo afar gabdhood ay xaasileeyahay mid shanaad haduu guursado jaani baa loo aqoonsanaya mid shanaad haduu guursato meherku qaban may wal hadi had baa lagu dhufanaya hadii afar tamid uu furo tiyo ciddada ku jirta xataa ma guursan karo ilaa ciddada ka baxdo midaas fankuhu in khiftum hadaad ka baqdaan allah tufsidu inaydan u garsoorin u caadilnimo sameyn filiyata ma agoonta gabdhaha agoomaha gabadha goona dhahay iska dhaifsan intaad guursato meherkiina ha u diidin marka hadaad u malaynayso inaadan u caadilnimo sameynay fankixu guursada ma daaba la ku wixii idin wanaagsanaad oo idin raali geliya oo mana nisaay dumarka kale ajnabiga masna laba laba guursada qiyaad baad leedihiin thulaatha saddex saddex guursada wa rubaaca afar afar guursada fay khiftum hadaad ka baqdaan allaa tacdiluu inaydan u caadilnimo sameynaynin laba labada ama saddexda ama afarta fankixu waaxidatan mid keliya guursada buur aw ma shay guursada malakad ay milkada iimaanku midigtiinu yaalika sidaas adna ugu dhow allah ta'aalu inaydan jawr samaynin sidaas ugu dhow waxa weeye hadaad u qaadato laba gabadhood inaad wada dhaqan kareen oo xagga masaarifta dhinacaas ama xagga qasamka oo qaybinta yaani oo qaybinta cadliga iyo mucaamalada iyo jacaylka iyo dhinaca hadii ay isku suuragal ahayn mid kaliya iska gaarso intaad dabaabi lahayn midaas kugu filan oo ilaahay khayrkaasiinaya laakiin waxa idin banaan baa leeyahay gabadha fara badan oo gabdhaha adoomaha inaad dee suriya ka dhigta mihirsada ma aha gabdhaha adoomaha suriya marka waqtigan inagu hadda ma hayno marka dee toban gabdhood oo adoomaha uu iska haysan karaa u dhaldhali kara waana xor mar hadduu isagu xor yahay allah wuxuu leeyahay fay khiftum haddaad ka baqdaan allaa tacdiluu inaydan caadilnimo samaynin laba gabdhood inaydan u caadilnimo samaynin ama saddex ama afar xagga qasamka iyo la joogidda iyo mucaamalada iyo dhinac walba fawaaxidatan mid keliya guursada aw ma shay guursada malakada milkada iimaanku midigtiin daalika sidaas adnaa ugu dhow allah ta'aalu inaydan jawr samaynin culimadu mufasireen inta badan saas ku fasireen laakiin imaam shafiic wuxuu leeyahay allah ta'aalu inaydan arur badan yeelan aala ya ciilu markay isagu ficilka ka wada marka aala ya ciilu bimaana maala yamiilu uu leexday waa sidaan ku fasirey aala ya ciilu yaa imaam shafiic wuxuu leeyahay inaydan caruur badan yeelan saas ugu dhow ilaan gabdhaha adoomaha ah inta badan caruur badan ma dhalaan oo dadku iska ilaaliya sidaa horaa fiican daalika sidaas aadnaa ugu dhow allah ta'aalu inaydan jawr samaynin oo idan leexanin waa tun nisaa haweenka siiya saduqaatihinna meherkooda siiya nixlatan xaaluu cadeeyay oo raalli uga tihiin nixlatantu waa cadeeyow waxaa lagu fasiray oo kale nixlatan diin ahaanu siiya waa waajibay bay macnaha noqon war نحلة دينها النحلة الدين تنا النحلة ولا ما كان نحلة دينها نسي وواجبة وهذا لقاءها وحي يقول له ذه النحلة عرضيها نسي أو معنى هذا يه يذكر ذلك أسي ما كان مسألة وحي تلمام يسي وها عادي هاي
إن قبلنا أبهد أما وليجد مركو مهريه ويرتك قاتو ونيجد وحب الله سينين يرتكو خطر ويرتك قاتو وحب الله سينين مرك قبلها وحي آد بحين إنسان وليجها سينين قبلنا سيا ليه قبلنا له مرك هذه قبلنا أبهد قاتا كورن حاول يرتك وحنا قن أبهد بعد عنك وحب الله جمالي دو قبلنا أبهد يرتك قاتو وحب الله جمالي يرد مرك إنه لا نهاي ومرك قبلنا يحولها لسكح دوي oo inuu xoolaha keenay gabadhii si kale u helin ee gabadhii wiilkii oo isku fiican oo isku sadey oo caadi ah waxa la wuxuu bixiyo qaraabadiisa si waciida siduu doon u yeeli karaa way laakiin nabigu laha qof waxa lagu xurmeeyo waxa u fiican walaashiga gabadhiisa u fiican wax lagu xurmeeyo taas macnaheedu waxa way labada ruux markay qoys yihiin oo isicil yahay wax dhibaato ku kala dhex jirin waxa la wixii la bixiyo uu milkiyeeyaa wali laakiin wixii gabadha ku xidhan oo gabadha darteed uu bixiyo waxba kuma la isagu weey iyada leh marka uu ka dhacay وات النساء سيها وينك صدقاتهن مهركودا سي نخلة حالو عبديه سين ياي سين دبه قلبك اد كسيسان وواجب ولي بيه فين دبنا حداي خال يدين كن قدا لكم يدين كان شي انسو منو مهركا كميدا نفسا من جهه نفهان اسرائيل نم يدين سيان فكلوه عنا هنيئا اسغو بوغاغله او معان مريئا هنيئا مريئا لقد وحوي وحي ان lugu marganayn inuu la macaansado culidiisa haniyan mariyan leena mariyan waa hoggaamiyey marba culimada ku laqban jiray wax ka daadagay haniyan oo macaan oo raali looga yahay haday gabadhii meherkeedii wax ka siiso sax way kulligiiba haday ku siiso waa sax way day raali kaaga noqoto Cali ibn Abi Talib wakiilaha haniyan mariyan turti raaciye wuxuu yiri hadii aad bukooto jirto gabadhaada meherkeeda qayb kamid ka qaado haniyan mariyan tanu noqonayo malabna ku soo gal malabkiina wakiibi la yiri waa daw biye xareed hoodayna waa maan mubaarak buu Alla soo dajiyay inta isku dar markaa waa dawu leeyahay Cali ibn Abi Talib oo inta ba quraanku ka qaadanay oo kan waxaa la yiraahdaa an mariya malabkuna waa shifa lay ee biyehii mubaarakahan Alla uu soo dajiyay waa markaa wuxuu dhaa saddex baraka isu imanaysa Cali ibn Abi Talib baa sidaa laga haya Alla wuxuu leeyahay fa in dibna haday xaal idinkan xaal idinkan noqdaa la kubidinka cashayn shee minu meerka kamida nafsan min jahati naf fakuluhu una هنيئا حالو معان يهي مريئا كادا دقي سفي عن كادا دقي مركب عنيدة كليا ما يهدي تصرف كي كلا نواكو تصرف نربات كحيدان وقريات كدسان ولا توتو هؤدي بنا هالسينينا أشفهاء وحمقرات ذا أموالكم حوليهن هالسينينا مركب أموالكم وحلولي حوليهن يعني حولها ولا الكالي يهي وحولها هذه مركب شوف هذه إياق حولها هذا هؤدي بنا ويا معانيه التي حوله جعل الله الله كي يالي لكم إذن كي يالي يالي قياما مراد قمس يردقن يحاجة توسسوا إذن كي يالي وارزقوهم كالرزق سيئة فيها حولها شوف هذا كالرزق سيئة واكسوهم كمر يهوية وكارت بحية وقولوا لهم أردها قولا قول معروفة وناكسا حولها ذي مركز أدوك عنك كوهيسو هقول قولي ولا لو أدوكم بخورنا قالين أدوك إسكاله وكو ديب دون مركز حوق يالتي انتان قادوه وكاسدا سوكاله هذا لو نفسك كده هقول قولينا أقانتا مركز شوف هذا علماء وحي ليهين حتى هؤلاء كسوق قليه هؤلاء كعج مامل كوالله الرجال مركز هؤلاء كيا أقانتا يعرور تحوله قعدتها كده قلينين حوله وحوي وحوله اللي جمر طوي أدون كنا لش يسا كل سن مركز إلا خساري وروح عن مامل أقون اللو ديبو لو ما بعنا لكن هو لقى في سكتين ومصاريف تودي يعرض محدي بالقى سين إسلام مركز أنا وله معانينه هين تلقى هيو in xog laga gaahaysto loo sheeg ma in iyaga loo haya loo sheegaya way wala tuutu hasiinina ha u diibina asufahaa dadka laga maamul badan yahay doqonimo ma aha amwaalakum xoolihiina ha u diibin xoolihiina u diibin idinka laftina wax ku lehe allati amwaashi jacalallahu allu idinka yeelay lakum idinka qiyaaman haaja qumis maciishadu idinka yeelay nolol warzuquuhum ka arzaaqa sufahaada fiha xoolaha fiigooda waksuuhum ka arad bixiya وقولوا إنها لهم يجا قولا قول معروف ونكسن لها مركز شوف هذا هديها وانك يا سوق اللي عقل حمام مع شوف هذا وهو ما مل حمام ولا جمع ملي أجي هاي هوانك ولا جمع ملي أجي هاي وين وابتلوا لي تاما أقانت امتحانا جيفيبا حتى إذا بلغوا مركز جاران أنك حجور مركز جاران ويقان جاران جراه فإن أنستم هدات كأجاتان منهم حقو دفشنا صلاح يوناك هدات كأجاتان فدفعوا أديبا إليهم أقانت أموالهم حولهم ذا وديبا أقانت امتحان هذا معنى هذا هو يؤفر سادة انت أي كلة شوغان أفر سو بالمعمل كيسي يدقن كيسي دين تسيدو كيهاي أغل كيسي يتصرف كيسيدو كيهاي برمركة قاركو دو حلو ديبا يوحبا لو ديبا وحا صوغت بالاليه ووكوكا صوغت بالاليه
وحاسيد وسوما ملاذ فيرسن إلى أن تكأن قاريو يا الامتحان يفير يكُشري شعر كيس يا دقيس مركو قان قارو هداه قات سلاح الدين والدنيا إني هي وحاجة الدين ترى كفي عن حاجة عقلك أنا كفي عن التصرفه فرت كسر حليس الإمام الشافعي الإمام أبو حنيفة وحلي هي حاجة الدين توحب له إيج ما هي أفسق الناس هدوية هي مرضو عقل ليها قعدت على جسارب ليه الإمام أبو حنيفة يليه لكن معنوه حوي امتحان امتحانكم محور دعية انت قان قاعد كهر رسادو فيرسن حالة دوزة يدقى كيسيو وحيابات كنت جابن مركو قان قاعدو حدوس اسوغو في عانو سلاح الدين ودو عقل له تصرف ونكسن الدين تكون في عانو دادرتو قاعدت كسار ودي بويان الله وحولي هو ابتلول يتاما اقوامت امتحان اقوامت امتحانا وفيرسادا شركبا حتى اذا بلغو مركي قاعدا انك احد قور فإن أنستم هداد كأغاتان منهم حقود رجل الصواب يا صلاح هداد كأغاتان فادفعوا أوليب إليهم أغانتا أموالهم حولها أوليب ولا تأكلوها حولها أغانتا عننا إسرافا خسار إسراف يسيحت كبحه عننا يوبدار كددجين أن يكبروا إني وينادان أتكددجين إيسان إسرافا عننا مركا لليها إسراف الآن عنماها معنوه إسرافا عننا سيا يرى عنماها معنوه يعني وإسرافها عننا وين أقول حوله رضاع تواصله في جبهة بهذا دمني وبدارة معنى هذا وحوي إنتو نكاق هذا نينو قان قارن كسي قاسي وكسي فائدة صحولة كتب عو سلاس وكلاول هكذا دجيني ويني دي ساكلا دجيني الله وحوله ولا تاكلوها حوله أقول تا عونينا إسرافا حد قدب هكو عونينا يا حد قدب الآن من دول ما وبدارة دجين هكو عونينا أن يكبروا إني وينادان أتكدد دجيني سان وإنتو نقعنت إذن كاق هذا نكسي فائدة ساكلا ومن كان قفكي غنيا هضن وكم بار مكر حولها أغانتا فليستعفف هاي كده ورصدوها اسكي الاليو ومن كان قفكي فقيرا كي فقيرا فليأكل هاعنو بالمعروف السفي عنو شرعي وافق سن هاعنو معنو حوي قفك أغانتا حولها قعانتا كوها يو هدادا أباهنين هد حولها ليده هد غني تاي إيقا حولها هد أفكا كسارين ودن غالي لكن هداد اسكو در ستان اسكو ميرتها جنكو تتان لب ملي أو انتو خالدوهم في إخوانكم بالله يدوا ولا ليه نداء إسكت درستان. مرك قفك غني جه أقول تحوله هذا يو إسكتش هذا دمين. قفك وافقير مرك. أقول تي حوله هذا دو فرها كقادو دي إسكتش قدون تحوله هو خسارة يعني ويبيلها يعني. مرك دوا شقدي سيب لقى حباسي سفي عنو عن باله. سعادي هو معروفة. مرك وحي علماء دو يجري أهدين. وهو كقادنا يعني أنت مسارف في سمالين تا يوم يدا. يو كقادنا يعني. قال ينا وحيد ما يجرى مثل كيس كقاضي هذو ملك على كشقة ينتو قاضي لها يو كقاضي وحوقف عنه وجو ناكسن إن لي رهدو وحي مال إنت مسارف كيس كقاضي نا إنت حوله هذا ودقيه بدك له وحيله علم ذقاكين واجي وحاله ومقدبي وحوق كعور تاس ما ماشى وحوي فقير هذو يهاي أقانت حوله هذي نجع أنت كهيو وحي مركاد الدمديسي وحي ما نل المعلومات كيسا هكعون عليه دبعت ماله الله وحليه ومن كان قفكي غنيا هذا فليعتصف فليستعفف هكذا ورسد أقنت حوله هذا وكمار مكراي ومن كان قفكي فقيرا وهم هايسته أقنت حوله هذه نقعنت كهية حوله نهدو فرها كقادو اسكشة قد أنتم أي حوله بيليه الهايين فليأكلها عنو بالمعروف سلا يقانوه شرعي وافق سن وضد أن حد قد بهاين هاو عنو فإذا دفعتم مركات وديبتان إليهم أقنت أموالهم حوله هذا مركات وديبتان فشهدوا مرخاتي قلية عليهم دوشوا مرخاتي قلية مركاتوا دي بيسان وحاول يضد انتادوا يردان لها وقها وحوليه زوانوا دي بهل لقادوا سداسو كلا وسداسو كلا وكا سوالكم ماذا أقواني تات كوريسو مركو قان قادوا إن هذا أبيه دي لنقول داروا وكي سوالي دي جارين وكا قاعد فلوكي مركا أقوانتي أسهل قلية وقها حوليه زوانوا دي بدها سدوانوا نمرونوا إيمانين وخيانوا بأنقفك اللوغو تومين إلا واسورة قال نين حولا انتا سوسانا قعانتا كوهي انتا كو حانتانو إلهي وقعنا اقوانتي حولا هذي فإذا دفعتم مركادو ديبتان إليهم اقوانتا أموالهم حولا هودا فأشهدوا مرخاتي قلية عليهم على إتيانهم ليبدا أدو ديبتان ومرخاتي قلية وكفى بالله إله با كفلا حسيبا حسابيان ومعنوه حوي كفى بالله حسيبا وحي أن دتكو اقوينو تقعنتو الله باكالا حساب تمنون كفى بالله الله با كفلا حسيبا حسابي أهان أو أحدا حتى مرخاتي قلينين أو يقول تدكم كوغين آت كعنطو الله باكو حسابيني سفي عن هداد قلنا قالين يسينا الله باكو حسابيني الله سبحانه وتعالى.